السلام عليكم. اليوم رانا في المنطقة تاع وادي الحراش على مستوى المدينة تاع الحراش، وانا لاحظت الجزء الجديد بالأزرق وفيه أشغال كثيرة مازال راهي جارية، والرجاء عدم الحكم على المشروع هذا قبل نهايته. الآن نشوف هنا مثال منطقة هذه فيها أربع آليات، أنت عارف عاد الأتربة البيلتوس فيها أربع آليات، لي بوكلا أو ما نحن نسميوها لي بوكلا ولا لي بيل ميكانيك، وكذلك عدة شاحنات لرفع الأتربة من الموقع هذا، ولتجدر الإشارة إلى أنه فيه عمل كبير تم منذ بداية المشروع هذا، وخاصة في تهيئة الضفاف نتاع الواد. والملاحظ هو أنه على طول هنا الضفاف تاع واد الحراش على امتداد كيلومترات، كل هنا كانت بنايات قديمة، وأنا راني ابن مدينة الحراش نعرف مليح هذه المنطقة، كانت بنايات قديمة وما اسمها أنقارات كانت موجودة، تم تهديمها كلها لفسح المجال لفضاءات جديدة. وهنا كذلك في المنطقة هذه كان فيه فضاءات كبيرة بنايات قديمة تم تهديمها لفسح المجال لتهيئة مساحات خضراء جديدة. إذن فيه أشغال كبيرة قبل البداية في الأشغال في حد ذاتها، فيه عمل نتاع التهيئة نتاع الضفاف هذه، يعني دي طرافو دو تيراسمون لي يعني تسليم المسطحات التي سوف يتم يعني تهيئتها يعني التهيئة النهائية. إذن فيها عمل كبير نتاع التهيئة، وكذلك في عمل نتاع لا كونسوليداسيون نتاع لي باروا نتاع الواد. إذن نشوف هنا هذا الجزء فيه أشغال مستمرة، وفيه طريق هذا جديد تم يعني انتهت الأشغال به في الأيام يعني الماضية. وهنا نشاهد حول الشجرة هذه، نشوف حول الشجرة أنه كاين فيه كمية تاع التراب كبيرة تم نزعها حول الشجرة هذه من أجل تسوية الأرضية نتاع الضفاف، وكذلك من أجل تهيئة الفضاءات التي سوف يتم فيها عملية تجميل يعني الفيرديسمون وزرع النباتات وما إلى ذلك. إذن كل هذه الفضاءات هنا، كل هذه الأماكن سوف يتم تهيئتها مستقبلا. إذن فيه عمل كبير على مستوى مدينة الحراش، وزيادة على هذا فيه عملية تاع تحويل القنوات الضخمة، كان فيه قنوات تاع الغاز وقنوات تاع المياه وقنوات تاع المياه المستعملة اللي تجي من محطة تصفية المياه بالراقي، والمحطة تاع سيدي رزين تاع تكرير البترول. إذن كل هذه القنوات تم تحويلها، وإضافة إلى قنوات الصرف الصحي نتاع المدينة نتاع الحراش والضواحي نتاعها اللي كما شاهد فيها مجمعات سكانية كبيرة وكثيرة ومتشعبة، وكلها تصب في وادي الحراش. يعني هذا لازم قبل ما ننتهي من العملية تاع التهيئة تاع وادي الحراش يجب إيجاد حلول لهذه القنوات المختلفة التي يعني تمر على في الداخل لونسانت نتاع المشروع. إذن فيه عمل كبير، ولأنه الجزء هذا تاع واد الحراش الواقع في مدينة الحراش هو الجزء الأصعب من كل ما تم تهيئته في مشروع نتاع تهيئة واد الحراش. وهنا نلاحظ العرض تاع واد الحراش هنا في المنطقة هذه هو يعتبر كبير، فيه حوالي
هنا حوالي 80 إلى 100 متر عرض على مستوى الواد بحد ذاته. إذن هذه المنطقة هنا نشاهدها هي كذلك راهي قيد الأشغال، قيد الأشغال، قيد التهيئة مع الحفاظ على الأشجار الموجودة. هناك كاين أشجار موجودة سوف يتم الحفاظ عليها وتهيئة الباقي الموجود حول الأشجار هذه. إذن كل هذه الفضاءات سيتم تهيئتها وغرسها بالعشب الطبيعي وتجميلها إلى مستوى البناية. هنا مشاهد بناية الثانوية أو متوسطة، كل هذه الفضاءات سيتم تهيئتها. هذه يعني الأشغال على مستوى هذه النقطة اللي بعيدة كثير على جسر المحمدية. هذا هو هنا نلاحظ فيه مساحات كثيرة سوف يتم تهيئتها و يعني ما وضعها في متناول المواطنين، يعني أماكن للبرومناد هي في الحقيقة سوف تكون أماكن إنسان يمشي فيها ولا يدير فوتينغ وتكون فيه محلات. وهنا نشوف مساحة كبيرة، راهي هنا مساحة كبيرة سوف يتم تهيئتها. وكان فيه من قبل المكان هذا كانت فيه بنايات قديمة عشوائية كثيرة كانت موجودة في هذا المكان، وهذا أمر إيجابي جدا وأتمنه كثيرا، يعني حتى من ناحية حتى ولو الأشغال طالت، لكن يعني بمجرد أنه فيه عمل نتاع القضاء على البناءات الفوضوية والبناءات القديمة على المستوى المدينة الحراش، فهذا أمر جيد جدا، لأن المدينة الحراش مكتظة فيها ازدحام كبير، يعني بمجرد القضاء على هذه البنايات القديمة فهذا عمل إيجابي نثمنه. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.